فيتور يتقدم للأمام، يلعب كرة إلى داخل منطقة الجزاء، فرصة خطيرة. أين المتابعة؟ المتابعة لم تكن موجودة، لكن هذه التسديدة جول 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 جول. أول للخابورة، هدف أول من مبارك لبريكي، يسجل عند الدقيقة 29 قبل مضي النصف ساعة الأولى. يتقدم الخابورة بعد دربكة دفاعية، الضربة الحرة المباشرة خطيرة كانت في بدايتها، وبعد ذلك سجلت بهذه التسديدة القوية في مرمى رياض سبيت. ما شاف حاجة رياض في اللقطة الماضية، شوف الكرة تهيأت بهذه الطريقة، دربكة دفاعية وبعد ذلك تسديد قوية بالقدم اليسرى سكنت في الشباك. أول أهداف في المباراة لمصلحة الفهد الخابوري، أول أهداف في المباراة لمصلحة الخابورة، تسديدة من مسافة بعيدة. يا الله، صعبة قوية، صعبة قوية يا رياض، هذه لا تصد، هذه لا تصد، لا يمكن أن تصد كرات كهذه. شوف التسديدة القوية بالقدم اليسرى، غلطت الجميع والرياض معها في المرمى، هدف أول لمصلحة علي البوسعيدي. يلعب كرة للأمام، هذه ممتازة، قاسم هو، جول جول. يعود الزعيم من توغل لقاسم سعيد إلياس ماجيري. فرصتك اليوم، مهمتك أن تؤديها في مباراة اليوم. إلياس ماجيري يسجل هدف التعديل، يفرح جماهير الزعيم. هدف التعادل يسجل الآن، هدف التعادل بعد عيد كانت وراء هدف التعديل. لاحظ الكرة، علي البوسعيدي مر الكرة، قاسم سعيد لعبها على طول إلى إلياس الذي وضع الكرة في المرمى مسجلا هدف التعديل الذي يأتي في وقت مثالي جدا لمصلحة الزعيم الظفراوي. تمريرة كانت بينية، غلطت الدفاعات.